أظهرت بيانات البنك المصري المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46 مليار و384 مليون دولار في يونيو المنصرم من 46 مليار و125 مليون دولار في مايو الماضي، بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم بداية تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.9 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 11 مليار و800 مليون جنيه. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 على ارتفاع نسبته 89% مسجلا 28,616 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.13% لينهي التعاملات عند مستوى 6,293 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 95% ليغلق عند مستوى 9,144 نقطة. أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت بمقدار 3.8% على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لصادرات كوريا الجنوبية من السيارات على الإطلاق للنصف الأول من أي عام وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ورابطة التجارة الدولية الكورية.